رواد النيل، هذا هو الاسم الذي أعلن للمبادرة الوطنية التي أطلقها البنك المركزي لتنمية قدرات وتأهيل رواد الأعمال من الشباب. على إثر ذلك استضافت جامعة النيل الأهلية الملتقى السادس للأبحاث والمشاريع الطلابية بهدف عرض الطلاب للأبحاث العلمية على لجان التحكيم المتخصصة لاختيار أفضل الأبحاث التي قد تمول من مبادرة البنك المركزي. جامعة النيل بتحتفل بالملتقى السادس للبحث العلمي لطلاب مرحلة ما قبل البكالوريوس، والملتقى ده يمكن حاليا السنة دي يمكن في عدد كبير من الكورسات مشاركة، في أكثر من 22 كورس، عدد البروجكتس تقريبا في هنتكلم في حدود أكثر من 100 بروجكت، 150 بروجكت تقريبا، وعدد طلاب المشاركة أكثر من 500 طالب. ما بين القلق والطموح تسابق هؤلاء الطلاب الذين تقدموا بأبحاثهم خلال هذا الملتقى، والأمل في الحصول على تمويل لمشروعاتهم هو الهدف الأهم. البروجكت بتاعنا احنا نجايد ونعرف ونوعي الناس التول دي بتاع جوجل ازاي بتشتغل. رواد النيل فكرة كويسة، وكمان فيها الجزء اللي الناس بتستخدمه في حاجات تانية كتير زي اي بي ام، لما كانت بتعمل برضك نوع من انواع التمويل كانت بتفتقد ان العدد لازم قليل عشان اي بي ام مش هتغطي ناس كتير قوي. احنا المشروع بتاعنا اسمه البي اي دي كنترول، بيتحكم في الدي سي موتور. في حوادث كتير قوي بتحصل بسبب الموتوسيكلات وان هي والحاجات اللي هي بتيجي يمين فتلاقيها في الاسفلت وكده. بالبي اي دي احنا نقدر نتحكم ان هو اول ما الموتوسيكل يحس ان هو بيبتدي يميل بديجري معينه ان احنا نقدر نظبطها، وان احنا يقدر يديتكت الايرور بسرعه ان هو يعدل نفسه بنفسه من غير اي مجهود انساني. دائما ما تحتاج المهارات العلميه والبحثيه للشباب فهم احتياجات سوق العمل وكيفيه التعامل تجاريا من اجل تسويق المشروعات والافكار التي يحلمون بتنفيذها. بكر الشرقاوي، All Life. زي ما حضرتكوا سمعتوا وشفتوا معانا، يمكن كان في مجموعه من الشباب كل شاب بيتكلم عن البحث بتاعه او المشروع العلمي بتاعه. ده في اطار ايه؟ ده في اطار منظمته جماعه النيل الاهليه فيما يسمى بالملتقى السادس لابحاث الطلاب الجامعيين والمشاريع الطلابيه، والمره دي برعايه ايضا مبادره رواد النيل، وهي مبادره وطنيه مموله من البنك المركزي المصري وبتنفذ من خلال جامعه النيل لدعم كل الستارت ابس ورواد الاعمال والانتربرونورز والشباب اللي عندهم افكار ومواد بحثيه ومشاريع قد تكون لها تاثير علمي كبير في المستقبل. كمان الملتقى ده كان فيه كتير من الاساتذه المتخصصين من مختلف الجامعات المصريه بيقيموا المشروعات وبيدوا نصايح للطلاب وبيعملهم قدر ايضا من الدعم سواء العلمي او حتى النفسي. احنا بنتكلم على الملتقى السادس لانه الملتقى ده الحقيقه بدا من سنه 2015، وهو منتدى الابحاث للطلاب الجامعيين زي ما قلنا لحضراتكم بيتعمل كل فصل دراسي، فاحنا في 2018 بالتالي ده الملتقى السادس. احنا هنتكلم عن فكره الملتقى وقد ايه هو ممكن يمثل فرصه للطلاب لعرض المشاريع وكمان الابحاث العلميه المختلفه اللي ممكن تكون جزء اساسي من الصناعه الوطنيه المصريه في مختلف ايضا اشكالها، وكيفيه ايضا دعم رواد الاعمال الجدد من خلال جامعه النيل والمبادره الجديدة. وهنتوقف كمان عن جماعة النيل الأهلية ومستقبل البحث العلمي كمان واللي بيشتغلوا عليه كمان من أبحاث ومشروعات علمية مستقبلية. وخلونا نرحب كمان عشان نتكلم على المحاور دي بالدكتور أحمد بديان، مدير مركز أبحاث النانو إلكترونيات للدوائر المتكاملة بجماعة النيل، وهنتوقف شوية بالشرح عند التايتل. وكمان المهندسة هبة لبيب، المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل بجماعة النيل. أنا وسهلا بحضرتك وصباح الخير، كل سنة وانتم طيبين. صباح الخير، نورتونا. طيب نبتدي من اول حاجه الفيري سامبل، بس نشرح للناس يعني ايه مدير مركز ابحاث النانو الكترونيات للدوائر المتكامله، علشان يعني يبقى اول حاجه بسيطه كده. تمام. هو طبعا احنا بس بنطلب ده لانه هو يعني بالعكس ده حاجه تبسطنا انه يكون في التخصصات الدقيقه دي عندنا اخيرا جدا دقيقه. يعني هو الفكره كلها ان المركز البحثي الموجود ده الهدف الاساسي منه هو عمليه تصميم الدوائر الالكترونيه في المستوى النانو، زي مثلا المايكرو بروسيسورز اللي بتتحط داخل الموبايلز وداخل الكمبيوترز، زي مثلا السيستمز اللي بتعمل لها ديزاين لميموري سيستم، اجهزه التخزين للداتا،
ستورج داتا. فبالتالي دايما بيبقى الليفل بتاع الديزاين بتاعها كان زمان شغال في المايكرو ليفل، كان دايما الكترونكس في فترات قديمه يعني كنا بنتكلم عن المايكرو، دلوقتي طبعا احنا نزلنا للليفل بتاع النانو. المايكرو ده بقى قديم اكشولي، احنا دلوقتي احنا وصلنا لحد 7 نانو، حاليا بندور على البيوند النانو، تحت 7 نانو هنعمل ايه؟ يعني دي دايره كهربائيه يعني صغيره لدرجه دقيقه، يعني اقدر اقول لحضرتك ان الدائره الالكترونيه في مساحه بنتكلم في ملي مترز بيبقى فيها نمبر اوف عدد الترانزستورز اللي موجوده فيها بيوصل لاكثر من بالبليونز. تمام ممكن يعني ممكن مثلا حاجه قد كده تشيل داتا عملاقه، داتا عملاقه حضرتك بتشيل على الفلاشه اوريدي دلوقتي اكتر من التيرا على الموبايل بتاع حضرتك، بعد كده مستقبلا تيرا و2 تيرا على الفلاشه دي. اكشولي الديفلوبمنت دلوقتي رايحه لاتجاهات ازاي ان احنا نزود الحجم بتاع الستورج وفي نفس الوقت نقلل التكلفه. فبالتالي الجزء بتاع النانو سيستمز يعني ال1 تيرا دلوقتي بقت موجوده وافيلبل، الناس بقت بتفكر في اللي بعدها، في اللي بعد كده. بالظبط يعني انا احب ان احنا نخترع بقى الحاجه الجديده دي، بس ايه يعني نوصل بيها لانها تتحقن في عقل البشري والله العظيم، فيبقى عنده علوم كتير ويبقى عنده يبقى ممكن يبقى علاج للزهايمر، يعني يبقى ماشي بتشيب يعني. انت حضرتك يعني قلتي جمله فعلا الناس شغاله فيها فعليا دلوقتي فعلا؟ يعني التراك بتاع الريسيرش دلوقتي كله رايح ناحيه الباي ميديكال، لان دلوقتي اغلب الحاجات اللي هي تمت في مجال الكوميونيكيشن سيستمز والسيجنال بروسيسنج كانت دايما بتروح ناحيه الصناعه اكتر. الجيل اللي جاي او نقدر نقول السنين اللي جايه الناس بقت بتركز دلوقتي في الديزاين وفي الفند حتى اللي موجود على حاجات البايوميديكال اللي بتخدم الانسان. حضرتك دلوقتي تسمع على حاجات الويربل تكنولوجي، ما كانش الناس زمان بتفكر ان انا ممكن البس حاجه تقيس لي ضغط وسكر وكل الحاجات الثانيه. بقى في انجكشن دلوقتي لاجهزه ممكن تبقى موجوده جوه جسمك تعمل نوع من الكنترول الليفل بتاع السكر. تمام، في اتجاه دلوقتي في الفتره او الاجهزه اللي بتترجم اشارات المخ لافعال معينه، اي اي جي سيجنالز بالظبط بالظبط، واللي بدانا نحاول ان احنا نساعد بها الناس اللي عندهم مشاكل زي شلل او انه عندهم مشاكل انهم بيقدروا يقروا او كده. دي كلها الاتجاهات اللي ماشيه فيها حاليا التكنولوجي في العالم كله مش على مستوى مصر بس. انا احب التكنولوجي. طب واحنا عندنا معلش هل يعني عندنا شبابنا مثلا في جامعه النيل بيشتغلوا على الحاجات دي وعندهم رؤيه مستقبليه للحاجات دي؟ مطلعين على اللي بيحصل بره ووصلوا لحد فين؟ يعني طبعا حته مطلعين دي يعني دلوقتي في وجود الانترنت وفي وجود حاجات كتيره بقى مطلعين سبيسيفيك، مطلعين از اللاب، مطلعين از ستدي يعني. كلام حضرتك صح. هو انا عاوز اوضح بس، هي هما طبعا الريسيرش دايما بيبقى قايم على انك انت اول حاجه لازم تبني سيرفي كويس على اللي موجود علشان تقدر بعد كده توصل منه انك تطلع حاجه جديده. تمام، فبالتالي اغلب الريسيرشرز اللي بيجوا عندنا طبعا طريقه التدريس عندنا في جامعه النيل قايمه على ان احنا جامعه بحثيه. فبالتالي الهدف الاساسي من التوبك انك الستارتنج بتاعك انك انت تبوش الناس ان هم يبتدوا يعملوا سيرفي ويطلعوا داتا ويبتدوا اكستراكتوا يعملوا استخراج للبيانات والحاجات الجديده اللي موجوده عشان بعد كده لما يفهم السيستم ده شغال ازاي يبتدي يعمل الديفلوبمنت بتاعه عليه، يبتدي يطور فيه ويشتغل عليه. فدلوقتي اغلب الار ايز احنا عندنا في جروب كان شغال في اكتر من بروجكتس، احنا يعني عندنا اكتر من ريسيرش سنتر موجود جوه الجامعه. انا يعني مدير لواحد منهم، لكن في مجموعه ثانيه في مجال الوايرلس كوميونيكيشن، في مجال السي اي اس، في مجال الانفورماتكس اند سو اون. في كل واحد من دول مطلع بروجكتس بتخدم المجتمع. احنا يمكن عندنا مثلا في النسك اللي هو اختصار للاسم الطويل اللي حضرتك قلته، عندنا بروجكت عاملينه يمكن مع اكاديميه البحث العلمي لعمليه مراقبه المونيتورنج بتاع الجروس بتاع الفاكهه والخضار. تمام، اللي هو ازاي نقدر نعمل مونيتورنج، احنا مين ديفايس ديزاين ديفايس بيقيس البارامترز بتاعه الفاكهه والخضار اثناء النمو بتاعها ويقدر يدي لك نوع من الداتا سيفنج للداتا ويقدر يبعت لك الداتا دي، تقدر تعمل شويه اناليسز عليها وتقدر تطلع مثلا اذا كان انت ماشي في الاتجاه الصح محتاج تزود الميه محتاج تقلل الميه. الجروث نفس عمليه ديورنج الاوبريشن ديورنج الاوبريشن احنا كل مراحل بالظبط احنا عاملين سمول ديفايس. لو الحقيقه انتهى بحاجه او عملت حاجه او دخلت موديفيكيشن او تعديل تبان بقى عندك بتبان اوتوماتيك على طول. يعني مثلا لو حصل ان في مرض بدا يصيب النباتات في اماكن معينه بيبتدي ياخد مونيتورنج وريدنج، والريدنج دي بتبتدي تقول له اذا كان فعلا طريقه المرض ده الديفلوبمنت بتاعه ماشي ازاي. ده
ده واحد بالابلكيشنز. في ابلكيشنز تانية بقى موجوده زي مثلا انك انت تقدر تعمل كلاسيفيكيشن لمرض زي الكبد، امراض الكبد طبعا منتشره ببرسنتج معينه من خلال مثلا صور لحدقه العين. عامه يعني شيء مبهر كلها دقيقه بس هي يعني اكتر ما يميزها انها كلها خدمه بشريه. يعني احنا بنختلف في الموضوع ده، انا حسام مؤيد جدا فكره الروبوت وانا مؤيده جدا فكره ان احنا نطور البشر. طيب نروح لبشمهندسه هبه، بما انك المدير التنفيذي عايزين نعرف الناس يعني ايه رواد النيل، يعني ايه مبادره رواد النيل؟ طيب مبادره رواد النيل مبادره مموله من البنك المركزي وبتنفذها جامعه النيل، دي لدعم رواد الاعمال والصناعات الصغيره والمتوسطه بالذات في مجالات المجالات الصناعيه والمجالات الزراعيه. والفكره منها ان هو دلوقتي مصر ممكن ان هي تبدا تنافس عالميا في احنا كلنا كان عندنا مثلا مشكله الدولار في الفتره اللي فاتت، طب ليه ما نبصش ان دي ممكن تبقى فرصه، ممكن تبقى فرصه ان احنا ممكن نبدا دلوقتي ننافس عالميا او ان احنا نعمل احلال للمنتجات المستورده. فده اللي بتعمل عليه المبادره عن طريق ان هي بتدعم الشركات القائمه او الشركات الجديده اللي هتطلع بان هي تطور في الشركات دي، وبتطور الكلام ده عن طريق عده محاور. من ضمن المحاور عندنا المحور الاستراتيجي في المبادره ان احنا بنركز الاول بندرس ايه الصناعات اللي احنا المفروض نركز عليها، ومش كده بس، بنشوف الصناعات سلاسل الامداد في الصناعات دي المشاكل اللي موجوده فيها موجوده فين، ودي هي القطاعات اللي بتحتاج تدخل ان احنا ندخل ندعمها. المحور الثاني هو مراكز تطوير الاعمال، ودي بنعملها بالتعاون مع البنوك، في 11 بنك دلوقتي بنشتغل معاهم. ومراكز تطوير الاعمال دي الهدف منها ان هي بتسمى حضانات او انكيبيترز ولا دي غير حاجه؟ لا غير الانكيبيترز، هي مراكز المفروض هنبدا بيها ان هي تبقى جوه البنوك، والغرض منها ان هي بتدعم الشركات الصغيره والمتوسطه ان هم ممكن تساعدهم في ان هم يحصلوا على تمويل. هي ما بتديهمش التمويل، التمويل بيجي من البنوك مثلا، بس هي ممكن تديهم نصايح عن ايه اساليب التمويل الاصلح للشركه دي. ممكن تديهم دعم في ان هو الوصول الى اسواق مختلفه، ممكن تديهم دعم ان هو توصلهم بالجهات اللي موجوده في مصر اللي ممكن تديهم دعم في تطوير المنتجات في الكواليتي في مجالات مختلفه. ده في البنوك نفسها؟ دي دلوقتي هنبدا بيها، المرحله الاولى هتبقى في البنوك نفسها، انما في مراحل لاحقه ممكن يبقى فيها مراكز تواجد لخدمات تطوير الاعمال تدعم مثلا رواد الاعمال، فدي هتبقى موجوده مع وزاره الشباب. ممكن هيبقى فيه مع جمعيات رجال اعمال برضو، ممكن بيبقى عندهم او من ضمن الانشطه بتاعتهم دعم المشاريع الصغيره والمتوسطه، فبرضو عايزين يفتحوا مراكز تطوير الاعمال تبع ليهم. ده مشروع كبير، يعني حضرتك بتتكلمي عن تخطيط، شوف كم بنك في مصر، كم مركز تطوير اعمال. المشروع دلوقتي عندنا مدته 5 سنين، وبنبدا دلوقتي احنا في السنه دي فتره الاعداد لمراكز تطوير الاعمال، بحيث ان احنا ان شاء الله على اخر السنه نبدا نفتتح فيهم. المحور الثالث اللي عندنا هو بيت التصميم، وبيت التصميم ده حاليا اللي هو موجود في جامعه النيل وبدعم طبعا البنك المركزي وداخل فيه كمان بنك مصر. والغرض من بيت التصميم هو ان هو بيساعد الشركات الصغيره والمتوسطه او رواد الاعمال في تطوير المنتجات. فبنتكلم بيشتغل برضو على له قائمه من الخدمات، من ضمن الخدمات بتاعته تطوير المنتجات الجديده او ما نطلق عليه نيو برودكت ديفلوبمنت. من ضمن الخدمات بتاعته الهندسه العكسيه للمنتجات القائمه، وكمان تطوير او بناء قدرات للشباب عن طريق ان هو بيدي تدريبات في التصميم. ده جوه جامعه النيل بالتصميم؟ ده جوه جامعه النيل في الوقت لطلاب جامعه النيل فقط؟ لا مش لطلاب جامعه النيل، ده مفتوح لرواد الاعمال والشركات الصغيره والمتوسطه. وبالفعل بدانا بان احنا بنتكلم مع الصناعه، بناخد منتجات الصناعه بتكون بتستوردها من بره، فبناخد ويعني شركات عالميه عايزه لو في موردين مصريين يوردوا المنتجات دي ليها، فبناخد اجزاء من المنتجات دي وبنعمل لها هندسه عكسيه، بنشوف تكنولوجيات التصنيع الخاصه بيها وبنطرحها من ضمن انشطه المبادره عشان الشباب والشركات الصغيره تبدا تدخل في تصنيعها. طب احنا الملتقى السادس ده كان فيه مشروعات كتير وابحاث كتير تقدموا فيها، واحنا سمعنا شويه في التقرير قبل ما ندخل عن افكار الشباب، يمكن احنا عايزين نعرف ايه اكتر المشروعات او الابحاث اللي هي نجحت او لاقت اهتمام كبير من المبادره، وما بعد الملتقى بقى يعني ايه اللي هيتم ما بعد الملتقى؟ طيب هو كان في اوان جوائز كتير قوي في المبادره، ممكن دكتور ماديان يتكلم عنها.
انما احنا في المبادره كان اهتمامنا بالابتكار، لان احنا عندنا برضو من ضمن البرامج بتاع المبادره برنامج عن الابتكار بيساعد فيه. فكان في ايه اكتر مشاريع ليها وقع ابتكاري في اللي الشباب قدموه. فجاء عندنا مثلا في المركز الاول كان مشروع شباب عاملين ديزاين لكرسي بعجل بيتحول لعجله بيخدم اصحاب الاحتياجات الخاصه من المعاقين. فهو الفكره دي كانت مبتكره، لان هي ده ممكن له اكتر من تطبيق. المركز الثاني معانا كان جهاز بيستخدم في المزارع السمكيه عشان خاطر يعمل توزيع للاكل في المزارع السمكيه في الاوقات المظبوطه، وقياسات لمستوى المسوب بتاع الاكل في الميه عشان خاطر يساعد الناس اللي عامله مزارع سمكيه ان هي تحتفظ بيها ويبقى الكواليتي بتاع المنتج كويس، والتدخل البشري يكون في اقل تقدير طبعا. فالجهازين دول مثلا احنا بنشتغل معاهم على تطوير الديزاين بتاع المنتج اللي الفريقين بيقدموه. طب اسمح لنا مهندسه ان احنا نطلع لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم ونعرف ازاي ممكن نطور هذه المشروعات وازاي يقدروا يفيدوا بيها المجتمع ويفيدوا بيها نفسهم كمان. فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم مره ثانيه ومكملين مع حضراتكم مبادره رواد النيل. وكنت وقفت في سؤالي مع المهندسه هبه لبيب المدير التنفيذي للمبادره، ايه اللي ما بعد الابحاث وازاي بنقدر نستفيد منها في تطوير المجتمع وتطوير الشخص نفسه كمان؟ المجهود او المفروض الفتره القادمه ان شاء الله هنشتغل مع الفرق دي، ان هي جزء من الشغل هيبقى برودكت ديزاين او المساعده في تطوير المنتج، وجزء تاني معاهم هيبقى ان هم يعرفوا السوق بتاعهم اللي هم هيشتغلوا فيه ازاي. يعني احنا عندنا كتير قوي شباب بتطلع تكنيكلي اقوياء قوي، بس ما يعرفوش ازاي يحولوا المنتج او الفكره بتاعتهم لمشروع قائم ان هم ممكن ان هم يبقى فيه منه مكسب. فجزء من التدريب اللي هم هياخدوه ان هم ازاي يتعاملوا مع السوق، ازاي ينشئوا شركه، ازاي يقدروا ان هم يتكلموا مع العميل يعرفوا احتياجاته مظبوط بحيث ان هم يظبطوا الديزاين بتاعهم على طلبات العميل. فبالتوازي هيشتغلوا في تطوير المنتج ان هم يعملوا نموذج وبروتوتايب للديزاين اللي هم عاملينه، ومن الناحيه الثانيه ان هم يحاولوا يعرضوه على عملاء ونشوف ازاي الاسلوب الامثل لبيع المنتج بتاعهم. طيب بس ده خليني اسال دكتور، يعني حضرتك قلت لنا يمكن يعني في افكار مختلفه وفي مجالات مختلفه جدا بعيده عن بعضها، ازاي يعني توصل لحضرتك الافكار دي؟ يعني هل مثلا بيبقى الطالب عنده الفكره ولا انتوا بتقعدوا مثلا معاهم تطوروهم في مجال فكره معينه؟ يعني البروسيس نفسها بتمشي ازاي؟ تمام. هو البروسيس فعليا بتبدا كالاتي، ان احنا بيبقى عندنا هو فعليا يمكن الموضوع كله بدا في 2015 لو تسمح لي بس ارجع ورا شويه، بكورس ميلي في الماثيماتكس. تمام. كان ده كان موجود بدايه الملتقى البحث العلمي. كان يمكن الدكتور احمد رضوان هو مسافر في مؤتمر حاليا، هو يمكن اللي بدا الموضوع. كانت الفكره الاساسيه ان الطلبه بتسال احنا عمالين نعمل اناليسز ونكتب ايكويشنز ونكتب حاجات ليه؟ يعني احنا عاوزين نخش في الهندسه، عاوزين نخش في الحاجات اللي احنا جايين عشانها. فكان البوينت كلها ان كان عشان يحسوا بالحاجات دي بدانا بدأ مين اللي يدور لهم على ابلكيشنز يبصوا ازاي ان الهندسه دي الحاجات اللي هم عمالين يعملوها كبيزك ايكويشن بتوصلهم لان هم يبنوا ابلكيشن زي مثلا ساتلايت كوميونيكيشن، ازاي يقدر يبني موبايل كوميونيكيشن سيستم، ازاي يقدر يعمل اناليسز للوكيميا ل اتش اي في اند سو اون. تمام. من خلال ان هو يقدر يماب الكلام ده على ماثيماتيكال موديل يساعد الناس انها تعرف البيهيفيرز بتاعها. تمام. فالبوينت بوينت باي بوينت الولاد بداوا يحسوا فعلا بقيمه اللي بيدرسوه وبداوا يخشوا في بقى شيء عملي خلاص، وخاصه ان الولاد كلهم بيبقوا جايين اوريدي. باي ذا واي يعني انا اسف يمكن نقطه ما قلناهاش هنا، ان اغلب المشاريع اللي تمت دي تمت مع شباب في اعدادي هندسه. تمام. يعني اوريدي لسه الكورسز اللي شغالين فيها هي البيزك كورسز. تمام. ف
فبالتالي انت بتتكلم في سمستر 1 وسمستر 2 يعني هم جايين وهم جايين لسه ستارت جايين يعني الشباب اللي اتكلموا في التخريج دول لسه كلهم اغلبهم في سنه اولى اللي هي اعدادي هندسه تمام يعتبر اعدادي هندسه سنه اولى سمستر 1 و2 تمام وماكسيمم يمكن كورس او اثنين موجودين في سمسترز الكبيره اللي هي 3 بس اغلب الشباب اللي اتكلموا اللي هم حتى هتلاقي ان شكلهم اوريدي واضح عليه سمستر 1 و2 تمام الفكره كالاتي الشباب بيبقى جاي عنده اوريدي افكار وعنده موتيفيشن وعنده حاجات كتيره بس يمكن مش عارف ازاي يحقق الكلام ده فعلي اللي احنا بنوفره لهم من خلال الملتقى ده ان احنا بنحاول ان احنا نعمل لهم دايركشن انك انت لو عندك فكره ازاي توصل من انها فكره لانها تبقى فاينلي بروتوتايب متحقق من خلال ان احنا اولا بنوريه ازاي يقدر يعمل عمليه البحث وازاي يقدر يتحقق من المعلومه لان زي ما انت عارف المعلومات موجوده كتير لكن مش كلها صح فبالتالي لازم انت تديله الفكر انك انت ازاي تقدر تحكم على المعلومه دي صح ولا غلط وبعد كده لما بتحكم على المعلومه هي صح ولا غلط ازاي تعمل استخراج الانفورميشن نفسها وبعد كده ازاي تعمل فيريفيكيشن تبتدي تتعلم سيميليشن تول تبتدي تتعلم سوفت ويرز تشوف ازاي تقدر تبني البارامتر ده هي وبعدين بعد ما تعمل فيريفيكيشن مش بنقف بس على سوفت وير اللي حابب يعمل بروتوتايب حاجه فعليه وينفذها زي ما انت شفت في التقرير في ناس منفذه الحاجات دي فاحنا عندنا جوه جامعه النيل في انوفيشن لاب ده اوريدي يونت احنا موجوده الجامعه بتسبورتها دي مفتوحه للطلبه من اول ما بيخش الجامعه انت عندك المكان ده في مجموعه من الناس قائمين عليه تمام الهدف الاساسي منه ان هو يساعد الطالب اللي عنده افكار وعنده بارامترز ان هو يبتدي يطلع بروتوتايب فعلي فبالتالي بالظبط فبالتالي العمليه دلوقتي ما بقتش ان انا بدرس الكلبتين اللي كنت بدرسهم وبروح احطهم في الورقه وبعد كده اخرج ما اعرفش اللي بيحصل بالظبط انا بنديله المهارات بتاعه الفتره اللي جايه لان يعني الفتره اللي جايه ما بقتش يعني زمان كان يبقى مواكب وفاهم اللي يعني يعني مش في جزء منعزل يعني مش هو بيدرس في حاجه والدنيا حتى بره وصلت لمرحله ثانيه لا بيبقى مواكب وماشي على نفس التراك تقريبا بالظبط زي ما حضرتك وضحتي البوينت الاساسيه زمان ما كانش فيه الانترنت وما كانش فيه حاجات كتيره فكان لازم الشخص يبقى عنده ميموري الكلام ده جدا عشان يقدر يشيل الانفورميشن معاه لان لو ما شالهاش في دماغه مش هيلاقيها في حته لو اسال حضرتك سؤال ايه اللي لافت اللي وقفت حضرتك عنده مشروعات طلبه في الملتقى السادس او تمام السادس يعني تمام هو كان في مجموعه من لو حضرتك يعني كنت منبهر هو كان في مجموعه من المشروعات اللي موجوده في منها مشروع زي اللي كانت يمكن هيبه لسه ذاكراه دلوقتي اللي هو بتاع الكرسي المتحرك ده واحد من الحاجات القويه جدا تمام هنيجي نصوره بقى هنيجي نصوره بجد تمام في بعض المشروعات الثانيه كان في مشروع اظن لمجموعه من الشباب كانوا بيتكلموا في الروبوتك ديزاين كان بيشتغل على الروبوت ديزاين تمام يمكن اعتقد يمكن في التقرير ظهر صوره للبروتوتايب كده في الاخر دول كانوا شغالين عليه وهم اوريدي لسه في سنه ثانيه او يعني ده بيسموه روبوت روبوت فور يعني اندستريال ديزاين روبوت فور اندستريال ابلكيشن بحيث ان هو يقدر يعمل زي دراع روبوت يقدر يساعد في عمليات الصناعه او الصناعه بالظبط يمكن في بعضهم كان باني ابلكيشنز للساوند انه يقدر يعمل كنترول على الساوند يقدر يبني سيستمز تقدر تتحكم في الصوت تقدر تعمل امبليفيكيشن تعمل عزل بلايند للسيجنال الحاجات دي يمكن احنا كان عندنا طبعا عدد البروجكت حوالي 150 بروجكت 150 مشروع يمكن عدد الجوائز ده ضعف ترى انا فهمان انت يعني احنا كنا بادئين بحوالي اعتقد ما يزيدش عن 20 دلوقتي بقى 2015 دلوقتي اغلب الكورسات بقت بتشارك في الحدث وتشجع الطلبة ان هي تشتغل فيه فبالتالي احنا وصلنا السنة دي 22 كورس اكتر من 500 طالب موجودين يمكن عدد الجوائز اللي اتوزعت حوالي 56 جائزه لطلبه استحقت الكلام طول الوقت احنا في صباح قلنا بنحب ندعم هذه المبادرات وخصوصا اللي احنا بنشوفها بعد كده على الارض ان هي بتقدر فعلا تخدم المجتمع وانها تغير شكل التعليم في مصر يعني ما بقاش التعليم زي ما حضرتك اتفضلت كده اللي هو الكتاب وتقعد تحفظ وتكتب كلمتين في الامتحان وتطلع مش فاكرهم قد ما انت بتدخل تخش تشتغل وتنفذ وتطلع منتج ومواكب لنفس التعليم بره وصل له فبحيث ان انت لما تبقى مسافر بره يكون في معارض بره ما تبقاش اقل تبقى انت كمان واخد في نفس جناح بالظبط جناح مهم ومحترم الجناح المصري بتبقى في نفس ليفل الاختراعات والعلوم بجد انتوا نورتونا
تدونا كده حاله تفاؤل. اه والله العظيم لبكره كده ان شاء الله، ان احنا خصوصا احنا اليومين دول بنتكلم في التعليم والتغيير، وبنتمنى ان احنا التعليم نصور النماذج الاوليه اللي خرجت ان شاء الله. تيجي تنور ربنا يسلمك يعني، نشوف ناس تشوف على ارض الواقع. اه والله فعلا نورتونا بجد. شكرا دكتور احمد مديان، مدير مركز ابحاث النانو الكترونيات للدوائر المتكامله بجامعه النيل، والمهندسة هبة لبيب المديرة التنفيذي لمبادرة رواد النيل بجامعة النيل. تسلموا وشكرا ونورتونا. صباح الخير. نروح معاكم لفاصل، وبعد الفاصل كمان هنكون معاكم في فقرة عن التغذية في رمضان، خاصة للي عايز ينقص من وزنه.